اللجنة حقيقة بارك الله فيهم، يعني يحاولوا هم ينظموا، لكن للأسف لابد يكون فيه مساعدة من أطراف الكل. الموضوع الثاني حقيقة لعدم التزويد بالاستمرارية، في التزويد راح تخلق مشكلة، يعني أزمة قائمة. الناس في 3 أيام في الطابور، في 4 أيام في الطابور، مش معقولة لهالدرجة. الناس زي أشغالها وزي أعمالها، يعني ما فيش شغل إلا طوابير البنزين. ما هو صحيح يعني حقيقة. حاول الدولة تعمل حل لهالمشكلة هذه. المحطة تعاني الآن من مضخات، وتعاني من قلة صيانة كاملة. المحطة الآن لها حوالي 40 سنة محطة لم تدخل لصيانة، وانت عارف محطة عندها عمر معين، ولما تبدأ بعدين بالعمل القديم، يعني باعتبار الحفريات والبرامج ماشي مش مطور المحطه، لكن تبي شو نسمه. ولكن المشكله الحقيقيه تو الان نعاني منها بالنسبه للمضخات. هذه هي اللي مشكله عندنا، مشكله في المحطه هم اثنين. والمور تشحف على ما اسمع، احنا من امس الساعه 10 نشتغل لحد الان، ومن امس الساعه من ولا امس حتى من الساعه 6 في الصبح الى الساعه 4:30 في الصبح. في المحطه المضخات على طول يشتغلن، لكن المضخات استهلك يعني خلاص، مع عندهم عمر معين، والجو انت كيف ما عارف ساخن، والجو كيف ما عارف الامور شو اسمه. واحنا هذا اللي على اساس ان المحطه تعاني من هذا البرنامج هذا. احنا ما دابين يجينا البوط يقعد يوم واحد ولا يومين يتم، لان مشكله المضخات المحطه نصينوا فيهن نديروا فيهن، لكن الله غالب. وهاو تو الان المضخات وقفن خلاص، الشمس ما عادش في اللي وقفت، ما عادش تقدر تتحرك. من الساعه 10 الى حد الان قالت خلاص انا ما عادش عندنا كيف على ما درنا فيها، على ما مش قاعد خلاص انا ما عنديش جهد خلاص كملته. والمضخات قديمه يعني باعتبار نعانوا فيها ونصلحوا، حقيقه الشركه وتعاني معانا وتدير معانا وتفتح في الفني، ولكن الله غالب ما فيش هذا البرنامج. وبالنسبه للمحطه هذه ضروري تكون فيها صيانه عامه، هو الان المفروض تدخل الصيانه، يعني ان الخزانات والدنيا كل، حتى في بعض المواطنين يشكل ان المحطه قالوا فيها تسريب، فيها كذا في الارضيات في المزارع وفي كل شيء. فنحن ما خلاص يعني باعتبار بعد 40 سنه محطه يعني ما فيش، يعني عند ضروري لازم تكون صيانه باش المحطه تقدم خدمه كويسه للمواطنين وتصبح فيه. وبالذات في منطقه جرم، منطقه هذه منطقه سياحيه ومنطقه معروفه جرم هذه، فهمتني، منطقه متوسطه في المكان هذا. فاللي كل يمر عليها لازم المحطه تكون تقدم خدمات، واحنا نبغاها تكون افضل وتارقى للشركه حتى لصالح الشركه يعني باعتبارها وقود. يعني والله البقود انت كيف ما عارف، المره المستودع ما فيش وقود، مره تجيك طلبيه في اسبوع، مره تجيك في الاسبوعين، مره ومره وماشي الامور يعني فهمتني، مش على اساس اني باستمراريه الوقود. يعني الان ليش هالطوابير وهالدنيا كلها من مشكله نقص الوقود. لما يكون الوقود ناقص، الامدادات ناقصه، يعني بتكون الزحمه انت شفت في الغريب وفي جرمه في كل المناطق موجوده الزحمه، ما تحلش الازمه الا بتوفير الوقود.